السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا ومسهلا فيكم مشاهدينا الكرام، مشاهدين قناة الريان الفضائية ومستمعين الكرام على موجة 97 FM في هذه التغطية الخاصة لليوم التاسع لمهرجان ربيع سوق واقف من استوديو الخاص والاستثنائي لهذا المهرجان في يومنا التاسع. نقول مرحبا ومسهلا بالجميع، وراح نكون معاكم اليوم في تغطية فعاليات مهرجان ربيع سوق واقف من اليوم الى 4 فبراير باذن الله. مساك الله بالخير يا ناصر. يا مرحبا يا خالد، ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، متواصلين معكم مثل ما ذكر اخوي خالد، ونذكر بان راح نكون معكم في الايام القادمه تقريبا في مثل هذا الوقت، ونذكركم ان في هناك عدد من الفعاليات الجديده اللي بدات من امس من تاريخ 29 عروضها اضافه للفعاليات القديمه اللي كانت موجوده اساسا في سوق واقف. اذا بنذكرها على عجاله، هي عباره عن عرض حدائق الربيع، عرض السايبر، وعرض السيرك، وعرض حلوى او الحلوى، وعرض رجل النباتات. نعم ناصر، وكثير من العروض مشاهدين الكرام مثل ما ذكر اخوي ناصر، في عروض عالميه لاول مره تقام مثل عرض النافوره او سيرك النافوره، وفي عرض سينما السفن دي اللي هي عباره عن قبه تدخل داخل وتدخل تعيش اجواء الفيلم المعروض. معانا اليوم مشرفنا في الاستوديو الخاص علي العمري الملقب بعلي ربشه. يا مرحبا، ايش حالك؟ الله يسلمك ويطول في عمرك. علي ممثل القدير، وانت الحين قايمين بعمل تمثلون مسرحيه باسورد خلود. باسورد خلود يعني باسورد مالي انا. ايه لا طبعا باسورد يوم كان صغير. اي يوم كان صغير، لا يوم كنت صغير ما عندي باسورد. لا ما عنده، عنده الحق على هالجيل. عنده مفتاح. لا الجيل الطيبي كان ما عنده. مرحبا. ما في. مرحبا بك. على حاسبك ابو. يا مرحبا بكم. اول شيء انا مستانس. انا قاعد معاكم واحنا مستانسين ومبسوط، يعني صدقنا الجو بارد بس عندكم سوالفكم قاعده معاكم ننسى البرد ننسى كل شيء. الله يجزاك خير. يا مرحبا وسلامك. طبعا علي احنا متواصلين معك وراح نتكلم معك كثير عن باسورد ابو محسن اللي هو مسرحيه باسورد خلود، وراح نتكلم عنها ان شاء الله مع طبعا الممثل علي العمري المعروف مثل ما قال خالد بعلي ربشه. لكن قبل ما نبدا معك ليش ربشه الحديث، ها بنعرف ليش ربشه؟ هذا من ضمن الاسئله لازم. اي من ضمن الاسئله. هاي من عند خالد. خالد وين بنروح الحين للشباب؟ نروح ان شاء الله الحين للشباب عند المتواجدين في فعاليات السوق مع عبد الرحمن المري. اول شيء عبد الرحمن مساك الله بالخير، وعطنا الاجواء عندك. سمعني عبد الرحمن؟ نعم نعم يا خالد، الله يمسيك بالنور والسرور، مسي عليك وعلى الساده المشاهدين ومشاهدينا الكرام. تصريف هذه التغطية المميزة لمهرجان ربيع السوق واقف اللي دائما يبدعنا ويبهرنا، خاصة في هذه الأجواء الجميلة نشوفها من الجمهور، وأيضا الفعاليات المتميزة اللي دائما ما نحب نتابعها أول بأول. عندنا طبعا احنا موجودين في
ممر السوق اللي خاص بالفعاليات المستمرة إلى تقريبا الساعة 9 بالليل. عروض وفعاليات متنوعة طبعا من الفرق والعروض البهلوانية دائما يحبها الجمهور خاصة من داخل وخارج قطر. فلا تروحون بعيد، راح نعودكم إن شاء الله نطلعكم على أهم الفعاليات المتنوعة وناخذ طبعا آراء الزوار والجمهور اللي دائما ما يبدعونا بتعليقاتهم الجميلة وفرحتهم خاصة فرحة عيالنا أصغر. نعم قواك الله يا عبد الرحمن، وإن شاء الله ما احنا برايحنا بعيد. وإحنا ننتقل من عند عبد الرحمن لمحمد الشهراني، عندك الكلمة يا محمد. يا هلا ومرحبا فيكم، امسي عليكم بالخير، ايضا امسي على الساده المشاهدين بالخير، ومسي على ضيفكم الكريم علي ربشه. حاليا انا في ساحه الحمام، الفعاليه جدا جميله مثل ما عودناكم في تغطياتنا خلال مهرجان ربيع سوق وقف، راح نطلعكم على الفعاليات اللي موجوده في السوق بشكل كامل، ايضا راح ناخذ اراء وانطباعات الجمهور اللي من داخل قطر، ايضا من دول مجلس التعاون اللي زايريننا، ونقول لكم يا هلا ومرحبا فيكم. وجاي وطلعاتنا الجايه ان شاء الله راح ناخذ معكم لقاءات، ايضا راح نطلعكم على الفعاليات بالتفاصيل ان شاء الله باذن الله يا محمد، وراح نتواصل معك خلال تغطياتنا لهذا اليوم. وحين ننتقل الى الجوائز والمسابقات والاتصالات عند اخوي احمد الشمري. حياك الله يا ابو محسن، يا مرحبا بك، انت اخوي ناصر وفنان الكبير، وحياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام. احنا من سوق واقف متواجدين، ونفس امس بنكون معاكم من كل مكان وفقره جديده ان شاء الله، وجوائزنا موجوده وعندنا اكثر. بنشرح عن برنامج حياكم في سوق واقف، لكن مو انا اللي بشرح لكم، تعال حياك لحظه. شو اسمك؟ اسمي عبد الله. عبد الله؟ نعم. عندنا كم باب في حياكم سوق واقف؟ 12 باب. زين، 1000 ريال شنو؟ 1000 ريال سؤال على الطاير. سؤال على الطاير. الحق ما تلحق كم؟ 3000. السؤال الذهبي؟ 5000. يتصلون على كم الرقم؟ 4444181. 5 4 1 8 1 وان شاء الله تفوزون بجوائزنا. سوق واقف حلو؟ ايوه. فعاليات ايش رايك فيها؟ احب. يعني الواحد يقعد في البيت ولا يجي سوق واقف؟ يجي سوق واقف. يعطيك ألف عافية. اتصلوا مشاهدينا الكرام على 5 4 1 8 1 وإن شاء الله يرد تفوزون بجوائزنا مثل ما قال لكم صديق اللي موجود معي هنا. ونرجع لأخوان في استديو مع فقرات جديدة إن شاء الله. شكرنا أحمد، وشكرا أيضا للشباب جميعا المتواجدين في أماكن مختلفة من سوق واقف اللي راح ينقلون لنا الفعاليات خلال تغطيتنا لهذا اليوم. لكن خلونا نرجع مع الفنان علي العمري أو علي ربشة مثل ما يحب، أو مثل ما لقب من زمان من بداية انطلاقته. لكن قبل ما نتكلم عن هذا اللقب وعن علي بشكل خاص، خلونا نتكلم عن المشاركة القطرية في المسرحية اللي هي باسورد عبود اللي راح باسورد خلود عفوا اللي راح تكون على مسرح الريان. بسم الله الرحمن الرحيم. مسرحية باسورد خلود من تأليف الكاتب المميز المبدع الأستاذ تيسير عبد الله، وإخراج يعني الفنان الكبير والأستاذ سعد بورشيد. هو بطولة نجوم من الخليج، الفنان الكويتي المشاغب بدر شعيبي، وعندك الفنانة الحبوبة الدلوعة اللي يعني شوفتها يعني نستانس من تكون موجود معانا هي حلا ترك، والمشاركة الأولى للفنانة دنيا بطمة، مشاركة لها أول عمل لها في حياتها تمثل، يعني أول مرة تمثل في حياتها، فتجربة جديدة لها. وأمس قدمنا أول عرض واستانست، ومعانا من شبابنا اللي في الدوحة الفنان عبد الحميد الشرشيني، محمد عادل، إسماعيل القصاص، ندى أحمد، وأختنا فاطمة الشروبي. المسرحية بالمختصر نتكلم عن الطفل صار الفترة الأخيرة متعلق في السوشيال ميديا او بالاجهزه الالكترونيه مثل الايباد، البلاي ستيشن، التليفونات، الكمبيوتر بشكل عام، يعني كان العاب او اي نعم. فالحين وصل لدرجه انه قال يهمل ربعه، يهمل اللي حوله، ما يقعد مع اهله، ما يشوف، ما يقرا، ما يلعب رياضه، صار يهمل في نفسه. فاحنا نبي نوصل رساله ان هذه الاجهزه ما بتفيدك. اوكي اقعد مع الاجهزه، بس مو طول الوقت او طول حياتك تخليها بالاجهزه، حتى مو مع اليهال بعد، حتى الكبار بعد مدرجوا بهالسالفه. نعم علي، يمكن هاي يمكن الهدف من المسرحيه او فكره المسرحيه
فكره يعني كبيره مو بسيطه، ويمكن من خلال هذه المسرحيه تقنعون الطفل بانه ما تاخذ هذه الاجهزه كل وقته. يمكن اولياء الامور يعانون من هذه المشكله، ان الولد يتعلق في الايباد ولا في التليفونات والاشياء هذه بالضبط، ويهمل حتى حركته، حتى يسبب لهم التخمه، يسبب لهم ارتفاع الوزن، يسبب لهم سبب امراض بعد، امراض حتى امراض نفسيه ترى، حتى الامراض النفسيه فلازم الاعصاب فلازم. وعلى فكره الطفل في الاونه الاخيره صاير عدواني بسبب الالعاب اللي يشوفها واللي يلعبها اللي كلها اللي فيها الاكشن والمصارعات والتفاهم، فصاير عدواني وصاير كله منعزل. فاحنا حبينا نوصل رساله للطفل اولا وثانيا لاولياء الامور، وبس اصلا هذه الرساله عندنا في المسرحيه، مو بس حق الطفل، حتى حق الكبار، حتى عندنا بعد شبابنا بعد الله يحفظهم، يعني سبب الحوادث من التليفونات ومن التليفون البرامج اللي يتابعونها. احنا يمكن حتى اولياء الامور المفروض انه يراقب عياله، ايش ننزل، ايش يلعب، شنو اللعبه اللي قاعد يلعبها. لكن علي انا بسالك عن شلون شفت الاقبال الجمهور على المسرحيه؟ انتم عرضتوا العرض الاول ولا امس؟ كان العرض الاول، اليوم عندنا العرض الثاني على الساعه 6 في مسرح الريان. في مسرح الريان في واقف. هو شوف انا بتكلم عن تجربه جديده في المسرح اللي صار عندنا، يعني شيء نتكلم عن شيء يعني في العاده نتكلم عن الحيوانات، فاهم؟ نتكلم عن مثلا الطفل عشان تشد الطفل. هالمره تكلم ساعه يصير ساعه غيروا الموضوع، سووا شيء جديد اللي هو عن تليفونات واجهزه التليفونات. يعني كنا حتى انا ماخذ شخصيه شنو احد الاجهزه اللي هو الجالكسي، فاهم؟ ان انا شخصيه جالكسي، وان انا يعني اخلي بدل الشعيبي طول الوقت ما يشوف حد الاهي مع الاجهزه، خليك معاي لا تروح معاي، لا تقرا تسديم الاجهزه باشخاص. اي احنا اشرار من ما تقول اشرار، اربع اجهزه هو التابلوتي، يا ندى احمد عبد الحميد ماخذ شخصيه فوني، اسماعيل القصاص ماخذ البلاي ستيشن شخصيه جيرو، وانا ماخذ الجالكسي. فاحنا مسيطرين عليه، ما نخليه يروح يلعب، ما نخليه يقعد مع اهله من العزل، حتى دائما يكون من العزل. احنا قاعدين ليش مسيطرين عليه ونغريه بالبرامج، نغريه بالكوره، نغريه باي شيء، اهم شيء يكون معانا ما يفارقنا. فاحنا حابين نوصل رساله ان هاي الاجهزه ما منها فائده. ليش تبغون بس تخلون؟ لا بس اللي هي باسورد في الاول وفي الاخير، لان اصلا اي حد عنده جهاز تليفون لازم يحط عليها باسورد، فخليناها باسورد خلود. عجيب الوقت. كيف شفت المزيج بين يعني فنانين قطريين فنانين من الخليج وفنانين من المغرب؟ هو كيف شفت هالمزيج؟ والله جدا يعني انا سعيد بالتعاون مع بدر الشعيبي وحاله دنيا، كان وايد حلو، كان في تفاهم، كان في يعني في رداء، يعني في تعاون بين على المسرح، في واحد نشيل بعض، يعني كان في تفاعل بين البين قبل مع الجمهور. نعم. يعني اول شيء في البروفات لازم نكون الالفه بيننا علشان نقدر نطلع بصوره جيده وحلوه قدام المشاهد. نعم، ذكرت انت علي ان المسرح موجود في سوق واقف، يمكن انتوا قاعدين تسوون بروفاتكم من قبل. اي نعم. في هذا المسرح. اي نعم. ونبي نذكر ان هذا المسرح يعني مفتوح للمنتجين والمسرحيين القطريين. هو انا اشكر اداره الريان على هالموضوع، لانهم فاتحين المسرح حق اي منتج قطري. نعم. يبي يسوي مسرحيه ياخذ المسرح مجانا. نعم، فيمكن انت ملاحظ التغيرات اللي قاعده تصير في سوق واقف من قبل المهرجان الى ان بدا المهرجان. صحيح. احنا راح نتكلم عن المسرحيه اكثر، لكن انا ابي رايك في مهرجان ربيع سوق واقف، شلون تشوف انت المهرجان وشلون تشوف الاقبال عليه؟ شوف اول شيء انا هو احنا عرضنا الساعه 6 نعرض. انا اجي الساعه تقريبا اتغدى هنا حزات. هنا الفعاليات اللي الموجوده في سوق واقف وايد حلوه، 4:30 تقريبا يعني. اي انا اي قبل عشان ادور على مواقف واي عرض اي بدري اكون مستعد واي اتمشى حتى ما ابي اقعد. الفعاليات اللي مسوينها شنو عاجبني في الفعاليات؟ متوزعين غير الفرق اللي قاعد تمشي، يعني يخليك يعني تعيش في جو مهرجان، مو بس تروح مكان الفلاني عشان تشوف ذي، لا مسوين بعد منوعات، يعني حتى لو انت قاعد مكانك بتمر عليك الفعاليات، بتمر عليك الفرق الالعاب اللي والله انا صراحه وايد جدا مستمتع في هالفعاليات. نعم. هذا وانت قاعد مكانك تمر عليك الفعاليات، لكن احنا راح نقعد مكاننا ونروح مع المشاهدين نلف على الفعاليات ونرجع لكم. ناخذ لفه، ليش ما ناخذ لفه؟ Oh,
مرحبا ومسهلا فيكم مشاهدينا الكرام. شفنا بعض الفعاليات الموجوده في مهرجان ربيع سوق واقف، شفنا الفرقه القطريه، شفنا الفرقه العمانيه، واحب اذكركم مشاهدينا الكرام ان هذه الفعاليات تتجدد يوم عن يوم. طافت 9 ايام، اللي ما لحق او اللي ما جاء باقي بعد 5 ايام لين 4 فبراير. مرحبا ومسهلا بالجميع، ونرحب مره ثانيه ممثلنا القدير علي ربشه. حبيب علي، ايش انتم اعتمدتوا في مسرحيتكم هذه بهدف ايصال الرساله للطفل؟ شو اللي اعتمدتوا عليه عشان توصلون هذه الرساله اللي انا صراحه اعتبرها رساله ساميه، انك انت توصل رساله للطفل بانه ما يلهى او يضيع وقته؟ طبعا هي مطلوبه هذه الاجهزه وال ما نستغنى عن الاجهزه، لكن لكنه ما تاخذ كل وقته. شنو الاشياء اللي اعتمدتوا عليها لتوصيل هذه الرساله للطفل؟ هي الرساله الاساسيه عندنا انه اوكي، خلي عندك الأجهزة، خلي عندك العب استانس، بس خلي وقت معين ونظم وقتك. هو الرسالة عندنا تنظيم الوقت في ما بين اللعب وبين مع الأجهزة ومع القراءة ومع قعدة الأهل، وهي أهم شيء عندنا. إحنا قاعد تقعد مع أبوك وتقعد مع أمك، تسمع سوالفهم، تتعلم منهم، تأخذ منهم نصائح، تأخذ منهم حكم، لأن ما لنا غنى عنهم. هم اللي ربونا، هم اللي علمونا، هم اللي قاعد هم اللي شايلين. ورسالة في نفس الوقت حق أولياء الأمور بعد، لأن هو يخصص وقت حق الأطفال، غير يخصص، لا يراقب، بس مو بيراقب العلاني، راقب من بعيد لبعيد شنو ايش قاعد يسوي ولده أو بنته. علي، احنا ندري أن عندكم عرض الساعة 6، وأنت كنت محرص علينا، احنا رخصك على 5:15، احنا راح عشان العرض. قبل ما نرخصك علي، ليش لقبت بعلي ربشة؟ لقبت لسبب بسيط، اني ربشة. امي تقول من وانت ومن دائما تقول صوت من سماك ربشة. ليش؟ لا، لان في ناس لحظه ما تعرف معنات ربشة، لكن في ناس ترى يمكن من اخواننا المغربيين ما يعرفون ربشة. الربشة هو يعني سريع الكلام، سريع الحركه، نشيط، فيني نشاط عالي، عرفت؟ البطاريه عندي فل، الامور طيبه، تفاهم؟ هاي الموضوع. لا اله الا الله علي، قول لي البطاريه فل. اقول خلنا الرخصه تروح للمسرحيه قبل لا تربشنا. اي لين بعد شوي بركض الحين. بس علي لحظه، انت ما تبغي، مو بعشان المسرحيه ناصر، ها؟ مو بعشان المسرحيه، برد من برد. لا عشان الحق ابدل. الله يعطيك العافيه الفنان. الله يعافيك علي، وانا صراحه سعيد مع خالد. شكرا لك، فيكم شرفنا، ما قصرت علي. الله يوفقك ان شاء الله في هذا العرض. ان شاء الله احنا نلتقي ان شاء الله في مرات قادمه. التليفونات ابتدت. الله يوفقك. اذا مشاهدينا الكرام، خلونا نستمتع معكم في هذه اللحظات بالعروض، وما شاء الله نشوف كثافه من الزوار هذا اليوم لسوق واقف. خلونا نشوف هذه اللقطات وبعدها نطلع فاصل ونرجع لكم.
حياكم الله مشاهدينا الكرام، بعد هذا الفاصل متواصلين معكم في تغطيتنا لمهرجان ربيع سوق واقف من هذا الاستديو في حديقة سوق واقف اللي تجي شمالي السوق ومقابلة للديوان الأميري. يمكن شفتوا خلفنا قبل شوي الأبراج وهذا المنظر الجميل. أنصحكم صراحة أن تجون لهذه الحديقة لأنها فعلا يعني من أفضل الحدائق عندنا في الدوحة، كل شيء متوفر فيها، أجهزة رياضية وغيرها. أنا تشعبت من موضوع المهرجان ورحت الحديقة لأنا نعم. فعلا أعجب فيه. تنصحهم بزيارتها وأنا أنصحكم مسلم الكرام بأن تدفون تدفوا إذا بتطلعون تدفوا. إحنا ضاحب بضيفنا اللي موجود معانا الآن اللي شرفنا سامي عبد المحسن الحواج مدير مركز الحواج للبشوت. مرحبا ومسهلا بك عبد المحسن. مرحبتين ومشكورين على الاستضافة في هالبرنامج المتميز. لا شكر على واجب. لا شكر على واجب. يا مرحبا. في البداية ودنا نتكلم عن المهرجان وكيف شفت الإقبال على المهرجان، بالذات أن أنت من أصحاب المحلات في سوق واقف وهناك إقبال من يمكن لاحظناه إحنا وأيضا المشاهدين من خلال شاشة الريان، لكن أنتم كأصحاب محلات أو مؤسسات في 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 قلب السوق، كيف شفتوا الإقبال كان من السياح أو حتى من المشترين أنفسهم؟ صراحة السنة هذه نسخة متميزة أنا أعتبرها من المهرجان. نعم. صارنا المهرجانات في السنوات الأخيرة، السنة هذه المساحة الجغرافية التغطية لها أكبر، الأنشطة مدخل يعني مختلفة ثقافية فنية ترفيهية، بحكم وجودي محلي أغلب الوقت في المحل فيستصعب علي أن أشوف الفعاليات، لكن خلال وجودي في المسار أو الطريق الممشى الرئيسي للسوق لاحظت أن أنا صراحة كان في فرقة أردنية وفرقة سعودية وفرقة عمانية، لبس مختلف، كلام مختلف، أدوات حتى مستخدمة، أقدر أقول أنك كنت أمام كرنفال. وعبد المحسن شلون تشوف هذا التنوع؟ هذا يعني مثل ما ذكرت أنت، في فرقة عمانية، في فرقة قطرية، في فرقة سعودية، في فرقة أردنية. خليني أقول لك، أنا أرى كرنفال تقليدي محافظ يضع قطر على قائمة الأماكن السياحية المحترمة العائلية، وهذا دائما نكده أن بالتزامنا بعاداتنا بتقاليدنا قدرنا أن نخلق كرنفال جميل، وما يحتاج أنك تروح للفعالية من مكان لمكان، الفعالية تجي لعندك. نعم. على شكل جروبات، ناس تمشي وناس تطلع، ولقيت فعلا تفاعل الزبائن اللي يجون عندي أو اللي نشوفهم موجودين، التصوير والإقبال من جميع الجنسيات من جميع الجهات، وهذا يشهد له يعني بالعين واللي تشوفونه أكيد. نعم. هناك تنوع يمكن خلنا نقول ثقافي فني تقليدي، كل هذه الأشياء لاحظناها وراح نرجع معك نتكلم فيها، لكن خلنا نروح حاليا لعبد الرحمن المري اللي متواجد في أحد الأماكن في السوق. عبد الرحمن الكلمة عندك. شكرا يا ناصر، رجعنا لكم مشاهدينا الكرام مثل ما مع تم تغطيتنا لهذا المهرجان المميز، مهرجان ربيع سوق واقف طبعا في هذا المكان المميز اللي دائما ما يحوي الكثير من الاشياء المميزه التراثيه والفنيه اللي دائما ما تعكس تراثنا الوطني في دولتنا الحبيبه قطر. عندنا طبعا ناخذ جوله شوي في داخل ممر السوق نشوف بعض الاشياء اللي دائما ما تجذب الجمهور، خاصه في هذا المهرجان المميز من الاشياء التراثيه اللي دائما ما يوقفون عندها الزوار سواء من داخل قطر ومن خارج قطر. عندنا بعد بعض من الشباب الحين اللي ما شاء الله عليهم نشوفهم يتفكرون في ذا الاشياء الجميله والتراثيه. بناخذ معك لقاء انت ولا هو؟ انت ولا هو؟ ها وحقك على الهواء، تعال انت، لا تروح بعيد، انت معنا معنا، تعال تعرف عليك. سير يا اخي. ونعم. ايش رايك في مهرجان ربيع سوق واقف؟ لا والله انه منظم كل شيء. وش وين رحت؟ وين شفت؟ بعدين قبل شيء مر علي بسرعه ما شاء الله انت. لا ما ابغى اطلع. ما تبي تطلع؟ مو على كيف، خاصة الحين على شاشه قناه الريان. زين، ايش الفعاليات اللي شفتها؟ كل الفرق والتنظيم صراحه انهم منظمين زياده. منظمين زياده. احسن صراحه. طيب وش اللي شد انتباهك مثلا؟ كل شيء، التراث كل شيء فيها سوق. الله يعطيك العافيه، صراحه ما قصرت صراحه. عندنا بعد ضيوف، تعال حياكم ها خليه يجي، تعال حيا. طبعا شوفوا مشاهدينا الكرام، عندنا اشياء جدا مميزه مثل ما تفضل الاخوان قبل شوي، هذا طبعا الاشياء المكان اللي دائما يحبه الجمهور خاصه الكبار والصغار. حياك، تبي تطلع معنا انت بعد؟
طبعا مشاهدينا الكرام مثل ما تفضلنا هذه الاشياء التراثيه اللي دائما تكون في داخل ممر السوق، الاشياء التراثيه اللي دائما يحبونها يوقفوا عندها، خاصه طبعا اللي من خارج دوله قطر والاجانب اللي دائما ما يوقفون عند هذه الاشياء وتمثل طبعا الطابع التراثي لدينا لدى دولتنا الحبيبه قطر. في هذا المهرجان راح ننقل لكم طبعا الكثير من الفعاليات المميزه، لكن راح نشوف طبعا اخواني الموجودين في الاستديو وايضا موجودين محمد الشهراني واحمد الشمري، لكن بعد شوي ان شاء الله راح نطلع لكم فعاليه ثانيه. يعطيك ألف عافية يا عبد الرحمن، وإن شاء الله مثل ما قال أخي عبد الرحمن مشاهدينا ومستمعينا الكرام بنكون معاكم ونحاول نغطي لكم كل فعاليات اللي موجودة في السوق، وأيضا أنتم إذا عجبتكم الفعاليات حياكم في مكانكم سوق واقف. مرحبا بالجميع، سوق واقف جمع العديد من الجنسيات اللي موجودة في سوق واقف، الكل جاي هنا عشان يستمتع سواء عربي ولا أجنبي أو غيره، وحياكم الله جميع في بلدكم الثانية قطر، وأيضا سوق واقف مكانكم ومحلكم، وحيا الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام، ومرحبا باللي ماسكين تلفوناتهم يتصلون على 5 4 1 8 1 5 4 1 8 1 هي أرقام التواصل لبرنامجكم. حياكم في سوق واقف، الفقرة هذه سويناها لكم مدتها 3 ساعات من 4 إلى 7 مثل ما أنتم عارفين، علشان بس تكون هناك فرصة كبيرة الكل يتصل ويحاول، وإن شاء الله يا رب الكل يربح معانا. احنا يمكن شادين شوي البرنامج، ما نخلي احد يعني ما نبي احد يخسر اصلا، لكن قاعد نعطي فرصه اكبر من الكل يكون مركز شوي، يعني نعطي اسئلتنا حقها. احنا بالعاده ونكون صريحين مع بعض، يعني المتصل يغلط 20 مره ونوصل له الجواب بس عشان نستفيد معلومه، لكن العين مهرجان نبي اجواء منافسه شوي، نبي المتصل يكون متحدي، مش بس متصل يتحداني انا اني اجاوب على سؤالي صح على اساس يربح الجائزه، سواء كانت 1000 ريال سؤال على الطاير، 3000 الحق ما تلحق، 5000 السؤال الذهبي. ناخذ اول اتصال من معانا. ام محمد حياك الله. ام محمد الله يحييك. يا مرحبا بك، شلون طال عمرك؟ الحمد لله يا مرحبا. ام محمد، ام محمد اجواء جدا جميله في سوق واقف، ايش رايك في الاجواء؟ والله اجواء حلوه بس اليومين شوي برد. لا اليوم ترى ادفى من امس، امس صراحه كان برد واللي قبله بعد كان برد، اليوم ادفى شوي، لكن البرد ولا الحر صح ولا لا؟ البرد جاكيت امورك من حله، لكن الصيف شي حله، فاستغلوا هالاوقات الجميله هذه، تعالوا سوق واقف، والفعاليات جد جميله والله، الواحد ينسى نفسه مع الفعاليات اللي موجوده في سوق واقف. سوق واقف الان حي على قولتهم، على قولتنا احنا يعني وناسه وناس وفعاليات في كل مكان، ما تخطي خطوه في سوق واقف الا فعاليه مر عليك، فاتمنى من الجميع ان شاء الله الاستمتاع، وان شاء الله يا رب تفوزين معنا بالسؤال الذهبي. يلا نتوكل على الله، بيبانا بتطلع قدامك على الشاشه، ابيك تختارين هذه البيبان قدامك على الشاشه، اختاري باب. نتوقع الله ناخذ 10. شو تتوقعين باب رقم 10؟ اي شيء بيكون حلو. الله يعطيك العافيه بيض وجهك، يلا نتوكل على الله، باب رقم 10 افتح يا باب. الحق ما تلحق، بدايه ممتازه، الحق ما تلحق. حلو، ان شاء الله يا رب تلحقين عاد. ان شاء الله. تلحقين ولا لا؟ ما سمعت صوت بدا يقطع، تلحقين ولا لا؟ ان شاء الله يا رب. تبين 3000 ولا عند استعداد تخسرين 500 من هنا ولا 500 من هنا؟ لا ان شاء الله 3000 كامله. الله يوفقك يا رب، ابي تعلين صوتك، اجابتك تكون ثابته، اجابه واحده فقط لا غير، عينك على الشاشه الدقيقه اللي موجوده على يسار الشاشه، لا تخلص قبل ما نخلص اسئلتنا. طيب ان شاء الله مستعده نبدا؟ نبدا. بدت الدقيقه، يقول لك سؤالك، افتتح مسرح قطر الوطني عام 1990 صح ام خطا؟ صح. اجابتك غلط، ركزي راحت 500. المرادة هو فن تراثي خاص بالفتيات، صح ام خطا؟ صح صح. ممتاز، 1000 ريال. الخرسعة تقع في الجهة الغربية من الدولة، صح ام خطا؟ الخرسعة؟ الخرسعة تقع في الجهة الغربية من الدوحة، صح ام خطا؟ خليك سريعة. ممتاز ممتاز، 1500. في مركز الخور الصحي تم افتتاح اول مركز للكشف المبكر عن سرطان الثدي والامعاء، الله يكفينا الشر، صح ام خطا؟ اي مركز في مركز الخور الصحي تم افتتاح. اجابتك غلط، ركزي اجابتك غلط. السحميه هي روضه تقع في منتصف الطريق بين الشحانيه وتخان، صح ام خطا؟ خطأ. اجابتك غلط، الله يسامح اللي جنبك، الله يسامح اللي جنبك، اجابتك غلط. 1500 ريال، 1500 ريال. طيب ممتاز، يعني ممتاز، ربحت 1500 ريال احسن من ولا شيء. اتمنى انك تركزين معانا
و1000 مبروك عليك ال 1500 ريال. طيب الحين خلونا ناخذ موزه من سوق واقف. ممتاز ممتاز جميل. الناس قاعد تمشي وبنفس الوقت تحاول تتصل. حياك الله يا موزه. شلونكم؟ مرحبا يا موزه، شلونك طال عمرك؟ خليك يسلمك يا ربي. يا مرحبا بك. دمعتكم يا قطر صراحه ابدعتوا، كفيتوا وفيتوا. موزه انت من البحرين وموجوده في قطر وفي سوق واقف واتصلتي على البرنامج. ايوه وسبحان الله يعني حظي حلو وشيين. لا خلا ولا عدل. الله يخليكم يا ربي. يا مرحبا بك، والله انا استمتعت صراحه انك انت جايه من البحرين عشان تحضرين المهرجان وموجوده في سوق واقف وجات الفرصه ان انت بعد تطلع لك خط معانا. سبحان الله. لازم تربحين، لازم تربحين معانا. ان شاء الله يا ربي. الله يوفقك ان شاء الله. بالبدايه قولي لي، اول زيارات الدوحه؟ لا والله زيارات على طول لان بنغير جو على اني على الدوحه. هذه احتفلت معاكم بعد. هذه بلادك، انت ما احتفلتي معنا، انت احتفلتي، هذه بلادك. هذه بلادك. الله يخليكم، الله يخليكم يا ربي. يا مرحبا بكم، السلام. الله يعزكم يا ربي. ايش رايك بالفعاليات للامانه؟ تبي الصج؟ لو انا احكي حق عيالي الصغار عن ماضي اجدادنا ما راح اعطيهم الصوره واضحه. عيالي ياو شافوا الواقع المشوه عاشوه فرحوا فيه. بنفس الوقت تمازج ثقافات، يعني ما يحتاج اوديهم اوروبا موجوده، ما يحتاج اوديهم دول العربيه موجود احتفالاتهم، ما يحتاج اروح ما يحتاج اوديهم دول الخليج هم بعد موجود في مكان واحد وبعد اخذ هدايا واطلع. ولذلك عندي ملاحظه ممكن اقولها؟ قولي بالعكس قولي. تفضلي يا موزه. ملاحظتي لا تسالون شو اللي عجبك في المهرجان، لا شو اللي عجبك في المهرجان او شو اللي عجبك، قولوا شو اللي مقصرين في اوقاتك. ما في شيء، ما في شيء. الله يبيض وجهك. والله ده يغويه لكم، والله ان انكم عزيتونا ورزيتونا فرحتونا. لا خلا ولا عدم، لا خلا ولا عدم، والله هذا اللي هذا اللي هذا اللي الريان يعني الله 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 يعليها ويعليها ويعليها. الله يبيض وجهك، الله يرفع شانك. هذه بعد ابو عيالي قاعد يلقني من كثر ما هو فرحان. جعلني ما خلا لا منك ولا منه. يعني مستانس بشبابكم وايد، شبابه ما شاء الله ما شاء الله. الله يرحم لي والديك، بالعكس هذه بلادكم وهذا مكانكم وهذه قناتكم، والله العظيم كل اللي قاعد نسويه بس عشان نكسب رضاكم ونبيكم تكونوا مستانسين ومبسوطين. واهدافنا ان شاء الله يا رب مو بس احنا اللي نحققها، سواء اداره سوق واقف او اداره قناه الريان، اهدافنا كلنا نحققها مع بعض. الاول والاخير نحافظ على موروثنا الجميل وايضا نواكب، نحافظ عليه ونواكب بعد العولمه اللي موجوده هنا ونواكب العصر. الله يبيض وجيهكم وهذه بلدكم وحياكم الله جميع فيها. اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان انت وغيرك يستمتع بزياره البلاد قطر. ما نبي نقول بلدكم الثاني، هذا بلدكم. الله يبيض وجهك. الحين خلينا نشوف حظك، بنطلع البيبان قدامك على الشاشه والله يرزقك باللي في خاطرك. عندك من 1 لين 12، 10 بس راح. 10 اللي راح؟ اي. واحد الله واحد ولا 12 اخر شيء 6 مهمس. يلا ان شاء الله يا رب ان انت يطلع لك الذهبي على طول. ان شاء الله. شنو شباب؟ ها من 1 لين 12، 10 بس اللي راح. واحد والله واحد. انت توكل على الله، بسم الله. وباب رقم 1 افتح يا باب. سؤال على الطاير، سؤال على الطاير، على الطاير. طيب سؤال على الطاير، خلنا نقول سؤالك اللي على الطاير. لحظة نتوكل على الله، خليني اطلع سؤالك. زين يقول لك سؤالك. سؤال زين. متحف يقع بمدينة الخور. متحف يقع بمدينة الخور ويتألف من طابقين، ما اسم هذا المتحف؟ متحف يقع في مدينة الخور ويتألف من طابقين، ما اسم هذا المتحف؟ يتألف من طابقين. ركزي معي. متحف يقع في مدينة الخور ويتألف من طابقين، ما اسم هذا المتحف؟ طابقين. ركزي معي موزة. موزة اسمعيني عدل. متحف الخور. متحف الخور. متحف الخور؟ ايه. والله تستاهلين بدال 1000 10000. تسلم. تحياتي لأهل البحرين.
مشكورين. مبروك عليك 1000 ريال تستاهلين، تستاهلين 1000 ريال. الله يبيض وجيهكم انتم على الزياره. ما ينجح هذا ما تنجح هذه الفعاليات الا بوجودكم سواء من قطر او خارج قطر. مرحبا بالجميع ببلاد الجميع، يا مرحبا بكم مسهلا. والان ننتقل عشان نشوف هذه الفعاليات الجميله مع اخوي محمد الشهراني. مسيت بالخير والكلمه عندك. ان شاء الله ان شاء الله. يا هلا مرحبا فيكم، رجعنا لكم مره ثانيه. الفعاليات متواصله والجمهور موجودين في كل الفعاليات الموجوده سواء الفعاليات المتعركه الافريقه ايضا الاكلات. حاليا بناخذ اراء الزوار اللي جاي سواء من قطر او من خارج قطر. نرحب اول ضيف معي من ساحه الحمام. يا هلا مرحبا فيك ومساك الله بالخير، تفضل حياك. مساك الله بالخير، شلونك شو اخبارك؟ الحمد لله تمام. عرفني عن اسمك. جاسم خداد. ونعم الله اخوي جاسم. بشكل عام يا ليت تقرب بس وطالع الكاميرا. بشكل عام ايش اللي عجبك في فعاليات سوق اربيزو؟ مسرحية اسمها مسرح والاجواء حلوة. بشكل عام في شيء معين عجبك؟ اسمها المسرح فقط. زين جيت من قبل ولا اول مره تزور سوقكم؟ اي اول مره ازوركم الحين. الله يعطيك العافيه. غريبه ما جبت اخوانك الصغار؟ ما جبت مو معي هم قاعدين في البيت. يلا بتجيبهم ان شاء الله فعلا جاي؟ والله ان شاء الله بجيبهم. الله يعطيك العافيه وبيض وجهك. عافيك. طبعا اعزائي المشاهدين كان هذا احد اراء الزوار سوق واقف فعاليات متواصله، وان شاء الله بنغير المكان بناخذ لكم مكان ثاني وناخذ اراء ثانيه او بنطلعكم على الفعاليات الموجوده. هذا كل اللي عندي وطلع جاي ان شاء الله. اذا في شيء جديد راح اتواصل وياكم. يعطيك العافيه يا محمد، وان شاء الله يا رب طلعه ثانيه تورينا اكثر من الفعاليات اللي موجوده في سوق واقف. وهذه لقطه مباشره وحيه من سوق واقف من الممر اللي فيه المطاعم والاكلات الشعبيه ايضا. شفتوا الزحمه بعينكم، وان شاء الله يا رب تجون بنفسكم وتزيدون هذه الزحمه. كل ما زدتوها كل ما احنا انبسطنا، وكل شيء متوفر، مواقف متوفره، اماكن متوفره، مركز ارشاد سياحي موجود، شرطه سوق واقف، الاخويا ايضا متعاونين معاهم، وجميع الجهات متعاونه لانجاح هذا المهرجان. وان شاء الله يا رب وجودكم ايضا يكون احد الاهداف واول الاسباب ان ينجح هذا المهرجان. وراكم احنا نسمعها وان شاء الله يا رب ننفذها تحت امركم. الحين خلونا ناخذ ايضا اتصال من معانا. دانا، دانا من الوكره، حياكم الله يا هالوكره. دانا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، شلونك يا دانا؟ الحمد لله بخير. يا مرحبا بك دانا. اي نعم. انتم عندكم سوق واقف في الوكره، عاد سوق خاص لكم، مدلعينكم يا هالوكره. اي مدلعين. بس هذا مو معناته ما تتخلون الاصل، ترى سوق واقف هذا الاصل لازم تجونه. ايه لازم. يا مرحبا بك ومسهلا. خلنا نشوف حظ هالوكرة اليوم. عندك احساس بتاخذين الذهبي وتطرشين الوكرة ولا لا؟ ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. زين قولي لي بالبدايه قبل لا نفتح البيبان، ايش رايك بالفعاليات اللي موجوده في المهرجان؟ في شيء جذبك؟ تقريبا كل الفعاليات اوكي، بس انا الصراحه اتابعها على التلفزيون ما قدرت اجي. ان شاء الله يا رب تجين قريب، ترى الوكرة قريبه، ما لكم عذر يا هالوكرة. ان شاء الله. يا مرحبا بكم ومسهلا وحيا الله الجميع في سوق واقف. يلا خلونا نتوكل على الله، بنطلع لك البيمان قدامك على الشاشه. اختاري باب. واحد راح وعشرة راح، اختاري باب. برقم سبعه. رقم سبعه متاكده؟ ان شاء الله. طيب شو تتوقعين يطلع لك؟ والله ما ادري. نقول افتحي باب يعني؟ ايوه قول. طيب يلا باب رقم كم قلتي؟ رقم سبعه. سبعه؟ ايوه. باب رقم سبعه، افتحي باب. الحق ما تلحق. يلا توكل على الله. يلا الحق ما تلحق. ايش فيك مو مستانسه؟ لا مستانسه اوكي. اغير لك احط لك على الطايره الحين؟ لا مو مشكله اوكي. ايه لازم تكون مستانسه ومبسطه عشان اقدر اساعدكم انا. مو مشكله اوكي. عندي احساس انك ما راح تلحقين، تلحقين على ثلاث ان شاء الله بلحق. اي كذا خليك حيه شوف. اي يلا توكل على الله. يلا عندك خمس اسئله، الجواب الاول ب 1000 ريال، الجواب اللي بعده 500 ريال، وتجمعين ان شاء الله 5000 ريال، لا تنسين 3000 ريال، لا تنسين الدقيقه. ها؟ اوكي. يلا بدات الدقيقه. قلعه الشقب تقع في مدينه تخان، صح ام خطا؟ خطا. يا سلام عليك 1000 ريال، كنت بزعل لو جاوبتي اجابه غلط. في عام 2008 شهدت اكاديميه سباير تخريج اول دفعاتها، صح ام خطا؟ في عام 2008 شهدت أكاديمية سباير تخريج أول دفعاتها، صح أم خطأ؟ صح. ممتاز، خلت سريعة. زنية هي محارة طويلة الشكل، صح أم خطأ؟ شن هيك معلش السؤال؟
زنية هي محارة طويلة الشكل، صح أم خطأ؟ خطأ. إجابتك غلط، ركزي وخلت سريعة. صديفي هو محار شديد اللمعان، صح أم خطأ؟ صح. ممتاز. عفوا سيد الوالد مسلسل تلفزيوني قطري أنتج وعرض بعام 1994، صح أم خطأ؟ صح. ممتاز، مع أنك مو متأكدة. يلا حلو. ألفين وخمسمائة ريال، ومع ال 2500 ريال وقاعد نشوف اندماج الأطفال. هذه أعتقد أنها فعالية المسرح، يأخذون أطفال يطلعونهم على المسرح، يعطونهم أسئلة أجوبة مسابقات، يخلونهم يركزون يفتحون شوي. الحين ما خلصوا امتحاناتهم مجازة وكذا، لكن مع سوق واقف إن شاء الله راح يكونون شغالين، مخوخهم شغالة، راح يستوعبون وكأنهم في مدرسة، لكن مدرسة ممتعة جدا لدرجة أنهم يستفيدون يتعلمون بنفس الوقت. وهذه جزء من الفعاليات قاعد نطلعها لكم. فاصل قصير وراجعين لكم ولكم المزيد، خلكم معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، بعد هذا الفاصل متواصلين معكم في تغطيتنا لفعاليات ربيع سوق واقف، ومتواصل معنا ايضا ضيفنا السيد سامي عبد المحسن مؤسس مركز البشوت في سوق واقف. لو نبغى نتكلم عن بدايه صناعه البشوت او حرفه صناعه البشوت، متى بدات معك؟ البشوت وجودها في قطر من الاساس، وارتبط البشت بالإنسان العربي من القدم. ولو تلاحظ يعني جزء مكون من معناه مكمل في اللبس، ما لبس أساسي لكنه فرض شخصيته على الإنسان العربي. لكن متى بدأ معك وحافظت على هذا الموروث؟ بالضبط، أنا طول العمر كان الجيل الثالث، جدي الله يرحمه لما أسس المركز في الخمسينات، بعده والدي، بعده تقل لي العمل من أيام يعني أتكلم تقريبا ما شاء الله قبل 40 سنة. بعد المدرسة أجي معاهم وأقعد أشوف البشوت، كان أيامها الشيوخ والوزراء والوجهاء دائمًا يرتادون سوق البشوت باعتبارهم هم اللي يلبسونه بشكل كبير. نعم. بعدها الآن في السنوات الأخيرة وبجهود مشكورة من إدارة سوق واقف بالأخص المكتب الهندسي، ما قصروا في احتضانهم للمشاريع الحرفية، صار عندنا مكان صرنا نخيط البشت القطري على حسب الشكل القديم، سواء البشوت الرجالية أو حتى البشوت النسائية. نعم. فدخلت فيها بشكل أعمق وصار تصنيع، بدأ تجارة البشوت. عبد المحسن، ذكرت أن البشت هو يعني شيء خاص للإنسان العربي. نعم. كوجاهة، كشيء مكمل للبسه، لكن من ضمن كلامك ذكرت البشت القطري. نعم. فنبي نعرف أو نوصل للبشت القطري، شو اللي يميزه عن باقي البشوت ومكوناته شنو هي؟ مكونات البشت، أنا أبيك تسمي لي أجزاء البشت. أسمي لك إياها إن شاء الله. البشت القطري بدون يعني أي هذا، بشت مميز.
يميزه ثلاث شغلات في او ثلاث اربع شغلات في وجهه نظري المتواضعه. الشغله الاولى الزري سخيف ضعيف عاده لو تلاحظ. سخيف يعني ضعيف؟ ضعيف ما يكون في مبالغه الا في بعض. لا 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 دقتهم ناعمه تكون. والدقه تكون من نوع المنديلي او الملكي. هاي اللي يعني شنو المنديلي والملكي؟ هاي الدقه نوعيه النكشه داخل الزري. الشيء الثالث البشت القطري، طبعا القطري متحفظ في الالوان. يعني الصبح ابيض، في الليل والمناسبات اسود، عودي، ممكن درجات البني في الشتاء، لكن ما تلاقي مخضر او مزورق او مصوفر زي اماكن ثانيه. هذا يميز البشت القطري. اخيرا البشت القطري يفضل الى الان الشغل اليدوي، ويعتبره علامه متميزه وشيء يعني جيد والدقه في العمل غير الكمبيوتر. لو تتكلم عن اجزاء البشت، البشت لو تلاحظ يمر بمراحل التصنيع هي الشكل. انت تكلم عن مراحل التصنيع. إيه؟ يبتدي وين وينتهي؟ يبتدي اول شيء الترسيم، يكون على مقاس اليد. على مقاس اليد. على مقاس اليد، نعم، من الترقوة الى اليد. ممكن اهم حاجة تقيسها في البشت للشخص هو مقاس يده. نعم، هذا الاساس يعني، بعدين الاخبانة الطول والتقصير هذه بعدين ممكن يعني ما عندك. الاخبانة اللي هي يعني البشت اصلا قطعتين فوق وتحت. نعم. تخبنة تقدر تقصره وتطوله. بالضبط، فجة فوقية وفجة تحتية يسمونها. فجة يسمونها فجة فوقية وتحتية. مثل ما قلت، بعد ما ياخذون الطول يتم خياطته بشكل دائري بحيث انه يكون الطول متوازي من الامام من الخلف من الجنب. يبتدي بعد الترسيم وتقطيع حسب مقاس اليد، يتم عملية الترسيم وتركيب البطانة. القماش البشت خفيف جدا، لازم يحطون بطانة الاساس يقدر يتحمل عملية الخياط وغيره. يجي بعدها اول مرحلة، مرحلة الهيلة، وهي سنام البشت. هذه اول مرحلة الهيلة اللي ذكرت لك قبل شوي، اللي هي المنديلي او الملكي او التوسع. الزري الزري النكشة الاولية اللي في الوسط تكون. هذه يسمونها الهيلة. تاخذ يوم ونص الى يومين حسب شغل العامل. بعدها يجي الطوق والترتيب، اللي هو القلمين اللي لونهم عنابي او احمر اللي يكون على الجنبين، اللي يحدون الهيلة من ناحيتين. هذا ايضا تاخذ يوم. بعد روح اشرحها. اشرح لك شنو البشت. احنا لما نطالع النكشه مكون، انا لابسه البشت. اي هذا النكشه، النكشه اللي على الجنب. هذه لو ناخذ الجنب اليمين مثلا، الجنب اليمين اي، تلاقي هذه اللي في النص الهيله هي النكشه. في مثل نص الزري قصدك. ايوه ايوه، في نص تحصل اي شكل دوائر او شكل مربعات. هذا يسمونه متوسع او مربع او منديلي. ايوه. بعدين يحده قلمين لو تلاحظ لونهم عنابي. هذا الطوق والترشيب ايضا تاخذ يوم الى يوم ونص. بعدها من الداخل، من الداخل تجي مثل الاسهم تسمى بروج. من داخل، من البروج، من الداخل اخر شيء تحصل مثل الاسهم الصغيره يسمونها بروج. هذه حق التثبيت مش حق لا لا، هي النكشه نفسها عشان شكل كشكل. أيوة. كشكل تجميلي. ايوه. بعدين تجي من الداخل. أيوة. عمل الاطار للبشت كامل يسمونه مكسر. مكسر اللي يسوي لك لمتون اليد. أيوة. ويمتد. أيوة. لك هني. أيوة. الى اسفل البشت. أيوة. هاي يسمونه مكسر. حلو. بعدين تجي مرحله البرداخ او السقال. البشت بمكوناته باشياء يتنحط على خشبه من الخشب القاسي يعني المتحمل. أيوة. وينحط فوق قماش وينحط فوق الحين عبد المحسن تركبت الزري هذا كله بجميع مكوناته على الخلق. اي خيطته، مو بركبته، خيطته. خيطته عليه. اي خيطته عليه برز كامل صار. احل البرداخ. الحين تجي مرحلة الصقال البرداخ اللي هي بالمطرقة على الخشب. لازم إذا طقه خفيف ما راح يكون عطال لمعة، وإذا طقه قوة جاهز يتقطع الزري. فلازم يكون شخص متمكن بضربة متوازية. مطرقة خشب طبعا؟ لا، من الحديد. مطرقة حديد؟ نعم، على خشبة، فيكون الطق بشكل جيد، بشكل ما يقطع الزري ولا أنه ما يصقله. فيقوم به مرة مرتين ياخذ الشكل. بعدها تجي المرحلة الأخيرة اللي يخيط البطانة على القماش مرة ثانية، يثبتها ويركب الكركوشة أو اللي يسمونه القيطان. أي. اللي يركب على البشت. حلو. بعدها البشت يكون جاهز، يجي الزبون وناخذ طوله ونخبل له إياه. كم تأخذ هالفترة؟ هاي تأخذ حوالي 7 إلى 8 أيام البشت الواحد. دوب نتكلم عن مكونات هذا الزري. نعم. الزري شنو هل هو أنواع؟ هل يعني انا بدخلك في امور تفصيليه؟ لا جيد. بعضهم يقول لك مثلا خيوط بماء ذهب او شيء. نعم. ذهبه. نعم. الزري نوعين، نوع حر ونوع صفر. الزري الحر يقصد فيه الالماني والفرنسي، عباره عن خيط فوقه طبقه من الفضه فوقه طبقه من الذهب 5.5 جرام الى 10 جرام. هذا فوقه هذا هو جاي من مصنعه. اي من مصنعه هالشكل. حلو.
وإما الهندي أو الصفر هذا مجرد لون ينحط فوق الخيط ويعطي لك الشكل. الفرق إن الألماني والفرنسي والحر أغلى لكنه يبقى معاك 10-15 سنة حتى لو تغير اللون بعملية تنظيف بسيطة وسقل بسيطة يرجع الزري يلمع مرة ثانية. أما النوع الثاني الصفر لا يحصل لك لمعة 3-4-5 سنين قد ما تكون مراعي يعني، لكن إذا طفى طفى خلاص. والزين غالي والأزين أغلى أكيد أكيد وكل شرايين بضاعة وتسوق أكيد أكيد، وما يشتري إلا لأجل شيء غالي، يا بيهديه على شخص غالي يا نعم أكيد الجودة أكيد الدقة، يا بيلبسه أبو محسن. شوف رد على أبو محسن لا ماني بلابسه أنا حق زواج ماني بلابسه أفا أبو محسن. إذن مشاهدينا الكرام متواصلين معكم ومع ضيفنا الكريم، لكن خلونا نروح لعبد الرحمن اللي متواجد في أحدى الفعاليات في سوق واقف، وبعدها نرجع نكمل حديثنا عن صناعة البشوت. عبد الرحمن الكلمة عندي. شكرا يا ناصر، ونزلنا متواصلين مشاهدينا الكرام في هذه الأجواء المميزة مثل ما تشوفون في هذا الممر اللي خلفي. طبعا الفعاليات مستمرة، راح نكون في طبعا في القهاوي الشعبية دائما ما تميز بوجود الزوار خاصة يبغون يريحون يحضرون الأكلات الشعبية المميزة. عندنا طبعا بعض الضيوف اللي نشوفه الحين مستانسين ويتقهون ماخذين راحتهم، راح نطب عليهم الحين بعد شوي. السلام عليكم. يا مرحبا بك مسهلا. تعرف عليه؟ أخوك محمد اليافعي الله يحفظك. ونعم محمد. وأنت؟ عبد الحكيم اليافعي. عبد الحكيم محمد. محمد إيش رأيك مهرجانات سوق واقف، ربيع سوق واقف، شو اللي شفته هنا؟ والله شفت ما شاء الله يعني شغلات متعددة ونشاطات، ويعني ما شاء الله مش مقصرين الجماعة، يعني إدارة سوق واقف هذه مش غريبة عليهم، دائما تفاجئنا بشغلات جديدة صراحة في مهرجان الربيع. ما شاء الله عندنا بعد زوار وسياح وناس وفي إقبال كبير، يعني ما هم قاصرين إن شاء الله. ان شاء الله. محمد ايش رايك في المكان ذا؟ المكان اللي دائما ما يتميز باكلات الشعبيه. والله هذا المكان صراحه زين، بالعكس حتى الواحد المفروض يجيب عياله عشان يشوف العادات والتقاليد والاكلات الشعبيه. وانا ورجال يعني دائما صراحه دي لازم انا واخوي نقعد هنا وناكل اكلات شعبيه. قبل ما اجيهم قبل لا طبعا تنظف الطاوله، ايش اللي كان موجود؟ ايش اللي قريتوه قبل شيء؟ قيمات وهريس وشغلات هذه. والكبسه اللي راحت خلاص. كبسه لا اقول لك انا ماني شغل. زين في فعاليات شدت انتباهك، فعاليات متنوعة خاصة في ذا المسارين، المسار هذا دائما يكون فيه فعاليات من المهرجين أو حتى اللي يسوون حركات مهلونية والفرق الموسيقية. والله شوف الفعاليات صراحة أوكي، لكن أنا ودي أن يركزون على يعني الفعاليات والتراث اللي القدري الصراحة، يعني في شغلات يعني جاية من برا صراحة مش من عاداتنا ولا تقاليدنا ولا هي من تراثنا، فأنا ودي يركزون الله يسلمك على التراث القطري. طبعا مثل ما قلت يعني التراث القطري أيضا موجود، يعني في الفرق القطرية اللي موجودة هنا خاصة اللي تم بإذاعة صوت الريان ما شاء الله ما قصروا، موجودة في كل الأماكن اللي هنا خاصة اللي موجودة متنوعة في سوق واقف. بعض الأشياء وبعض الحركات البهلوانية اللي دائما موجودة دائما يستمتع فيها خاصة العيال الصغار. محمد كل ما خليت حبة توجهها يعني مثل الحين ما نسمع الحين فرقة سلطنة عمان الموجودين ما شاء الله عليهم. لا ما عليه يعني من دول الخليج اوكي لان تراثنا متقارب، لكن يجونك من كوريا من اليابان من تحس ان شغلات استعراضيه اكثر منها تراثيه وحل مش طبعا هذه ممكن تهدف يعني شريحه كبيره من الناس خاصه بحكم سوق واقف ما شاء الله عليه مشاهدينا الكرام. يعني سوق واقف دائما ما يستقطب جميع الناس خاصه من دول الخليج وايضا من دول برا، نشوف دائما اجانب موجودين عندنا يستمتعون في هذه الحركات. محمد كلمه اخيره تحب توجهها بمناسبه هذا المهرجان المميز. والله اشكر قناه اذاعه الريان طبعا واداره سوق واقف اللي قاموا بالفعاليات صراحه عز الله ما قصروا. بيض الله وجهك. بيض الله وجهك انت وفي العافيه قدامك الله يعطيك العافيه محمد ما قصر. مشاهدينا الكرام هذا اللي عندنا طبعا من ممر سوق واقف، لكن ان شاء الله عندنا طلعه ثانيه نحاول نشوف فعاليات مميزه ناخذ اراء الجمهور اللي دائما ما يبغون يتمتعون حتى بتعليقاتهم المميزه، ونشوف طبعا من عيالنا او اخواننا أصغر. هلا تروحون بعيد، ما زلنا متواصلين معكم في تغطية مهرجان ربيع سوق واقف. يا هلا مرحبا بكم، الله يعطيك العافية أخوي عبد الرحمن. إحنا موجودين الحين في فعالية ثلاث فعالي من ضمن الفعاليات الموجودة في ساعة الحمام، حاليا معي واحد الأشخاص ويا عيالنا اللي شاركوا وتصوروا، ناخذ بعض الآراء والانطباعات عن زيارة سوق واقف أيضا فعال الفعالية اللي إحنا موجودين فيها. يا هلا مرحبا فيكم، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور، وهلا مرحبا فيكم إن شاء الله، والله يبارك لنا إن شاء الله في المهرجان الحلو إن شاء الله. الله يعطيك العافية. عيالك محمد وحمد
اقول لك يا ابو محمد، ابو محمد بشكل عام اثناء زيارتك السوق واقف، ايش اللي جذب انتباهك من الفعاليات؟ ايش اللي عجبك؟ في شيء معين ولا بشكل عام؟ والله بشكل عام هي المهرجان يعني كل الفعاليات حلوه الحمد لله، وكل سنه تتطور من احلى لاحلى، يعني انا الحمد لله انا كل يعني كل سنه يصير يعني في عندنا هنا مهرجان الربيع الحمد لله يتطور لاحسن للاحسن يعني. الله يعطيكم، بالعكس حضوركم هو سبب نجاح هذا المهرجان، بالعكس اتمنى تواجدكم استمرار في فعاليه من الفعاليات، مثلا عندك الفرقه السعوديه، عندك الدبكه الاردنيه، عندك فعاليه الاف، اظن العيال تصوروا مع لولو اللي ورانا، ففي شيء جذب انتباهك بالتحديد وحاب انك انت انه يستمر في الفعاليات الجايه؟ لا والله اذا كنت بالجد يعني مثل اللي هي المفروض انها تكون فيها يعني مسابقات حلوه، نفس المسرح اللي هنا حق الاطفال يكون فيه كراسي لهم، يكون شيء منظم ويكون حلو وفي ارقام عشان كل اللي يدش في المسابقه وكل اللي يستانس فيها. بالعكس بناخذ الامراض بعين الاعتبار، والله يوفق ان شاء الله الجميع. بشكل عام كلمه توجهها للي قاعد في بيته وباقي اظن تقريبا 5 أيام من المهرجان، كلمه توجهها وتدعوهم المهرجان. والله اتمنى ان كل اللي قاعد في البيت انه يجي لو بس على الاقل مال بساعه وهاي، وان شاء الله تخف الزحمه عندنا باذن الله. الله يعطيك العافيه وكمل جولتك في سوق واقف. الله يحييك، الله يسلمك، يلا جزاك الله خير. طبعا اعزائي المشاهدين احنا في فعاليه الافعى بشكل عام فيها اكثر من نوع من الافعى اللي موجودين يتصورون منها الجمهور، يقدرون ياخذون صورهم في نفس الوقت، وبعد غير الافعى عندنا لولو تقدرون تجيبون عيالكم يتصورون معها وياخذون صورهم في نفس الوقت. طبعا اسمها لولو، انا ما استهبل بس اسمها لولو. هذا كل اللي عندي والكم لكم الاستديو.
مشاهدينا ومستمعينا الكرام، انا الان من حديقه سوق واقف مع الفرقه الفرنسيه اللي موجوده وراي، فرقه الامانه جدا جميله، مسويه جو شوي في السوق، فمع البرد شوي الواحد يدفع يعني معاهم. والحين نرجع لكم مع اتصالاتنا وبرنامجكم حياكم في سوق واقف، لكن اهم شيء اهم شيء جول الزرون سوق واقف. والله العظيم اجواء جدا جميله، اجواء ممتعه. انا حاليا في الحديقه، جنبي على طول في هناك العاب حق الاطفال، يقدرون يجون يلعبون ويستانسون، وفي موفرين لهم كافيتيريا صغيره جنب الالعاب، ماي وعصير وكل شيء موجود لهم. ما عليكم انكم تجون تستانسون تستمتعون. معلش في برد، انا عارف انه في برد، لكن مع الفعاليات الجميله عيالكم بيلعبون ويستانسون ويفتون. البرد لا حل مثل ما قلت، لكن اذا جانا الحر هنا المشكله. يعني هالاجواء هذه المفتوحه نستمتع بيها بهذه الاوقات، هذه اوقات اوقات البرد. فحياكم الله جميعا في سوق واقف مع الفرقه الروسيه الجميله الممتعه، اللي روحهم جدا خفيفه مع الاطفال. تعاملهم قبل شيء كان في اطفال هنا والله العظيم قاعد يرقصون يستانسون مع الفرقه، روحهم جدا خفيفه مع الاطفال، اجواء حلوه، كبار وصغار يقدرون يستمتعون في سوق واقف. فعاليات عديده موجوده، فوق 27 فعاليه، فوق 5 ولا 6 ولا 7 فرق موجوده، غير المسرح. يعني اشياء جدا جميله. ما عليكم الا انتم تلقون سلف، توكلون على الرحمن وتجون سوق واقف. تلفوناتكم زينكم، تتصلون على 5481 شاركون في برنامج حياكم في سوق واقف. خلونا الحين ناخذ ام عبد الله. حياك الله يا ام عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا بك يا ام عبد الله. ام عبد الله لازم تعلين صوتك. ان شاء الله. يلا يا ام عبد الله، شلون الفعاليات اول شيء قولي لي؟ والله جميله ما شاء الله، ما قصرت. ايش رايك بالفرقه اللي معك؟ والله ممتازه، عروضها جميله. الله يعطيك العافيه. ام عبد الله بطلع لك الجبان قدامك على الشاشه قريبا. البيبان قدامك على الشاشه، باب رقم 5. ايش تتوقعين؟ باب رقم 5، افتحي باب. سؤال على الطاير، سؤال على الطاير، لازم تجاوبيني جواب واحد. طيب ان شاء الله. ممتاز، الله يعطيهم العافيه الفرقه. يلا الحين خلونا ناخذ سؤالك. سؤالك يقول: كم مرة أحرزت قطر كأس آسيا لكرة القدم للشباب؟ لازم تجاوبين وجوابك تقولينه مرة واحدة فقط. لا، كم مرة أحرزت قطر، كم مرة أحرزت قطر كأس آسيا لكرة القدم للشباب؟ للشباب للشباب كم مرة أحرزت قطر بطولة كأس آسيا لكرة القدم للشباب؟ كم مرة أحرزت قطر كأس آسيا لكرة القدم للشباب؟ جوابك لازم تقولينه مرة واحدة وما في اختيارات. يلا يا عبد الله، بعطيك فرصة، بس أهم شيء جوابك اللي بتقولينه بثبته، يعني لازم تقولين جواب واحد فقط. عبد الله. ايوه معك. مرة احرزت قطر كأس آسيا لكرة القدم للشباب؟ طب هو تحت العشر مرات؟ اكيد، لكن ما راح اعطيك احتمالات، لازم تجاوبيني واخذ منك الجواب مرة واحدة بس، وراح أعيد لك السؤال مرة واحدة بس. كم مرة أحرزت قطر كأس آسيا لكرة القدم للشباب؟ مرة واحدة، توكل على الله. مرة واحدة؟ مرة واحدة إن شاء الله. طيب. فزتي ولا خسرتي؟ فزتي ولا خسرتي؟ شو تتوقعين؟ والله إن شاء الله مرة واحدة. غلط. يعني ان شاء الله ثبت، مضطرين نثبت، مضطرين نثبت. و1000 ريال تستاهلين، الف مبروك، 1000 ريال. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. نعم طبعا، كان هذا في 2014، وان شاء الله عقبال ما نشد حيلنا يوم منتخبنا القطري للشباب وناخذ البطولات ونعوض الخسارتين. الحين خلونا نطلع فاصل قصير وبعدها نكمل
ما تبقى من تغطيتنا لمهرجان الربيع، خلكم معانا. مرحبا ومسهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في الاستوديو المفتوح الخاص بتغطية مهرجان ربيع سوق واقف على شاشتكم، شاشة الجميع، شاشة قناة الريان الفضائية. وما زلنا مستمرين مع ضيفنا سامي عبد المحسن الحواج، مؤسس مركز الحواج للبشوت. وعبد المحسن، استمتعت أنا بالحديث معاك صراحة في أشياء ذكرتها، يمكن أنا لأول مرة أسمعها، يمكن بعض المشاهدين أول مرة يسمعونها في أجزاء البشت ومسمياتها. لو نتكلم عن أنت كونك صاحب يعني حرفة في صناعة البشوت، شلون ترى ثقافة، شلون تشوف أنت ثقافة المجتمع القطري في المحافظة على هذا الإرث؟ أنا أعتبره إرث. صحيح. فشلون تشوفهم ثقافتهم في المحافظة على هذا الإرث؟ سؤال جدا جميل، وفعلا الحمد لله إحنا في دولة قطر البشت إلى الآن ما أخذ وضعه الطبيعي وحقه، وخصوصاً أنه ينبع من قيادة الحكيمة في توجيهاته للالتزام باللبس القطري والشخصية القطرية. هذا ألقى بالإضالة على استخدام البشت، وأيضاً في رؤية قطر 2030 في التركيز على الهوية القطرية. إذا نتكلم عن البشت كجزء من الهوية القطرية، جزء أساسي ولا يتجزأ. بالضبط بالضبط، نعم. هيئتنا فتلاقي الحمد لله رب العالمين، ظل الاحتفالات الكثيرة، اليوم الوطني، الأعياد، غيرها، صار في التزام باللبس ورجعنا نستخدم البشت أكثر. واللي أيضا أثار اهتمامي في وجودي في المركز، لقيت أنه في عندي زباين في العشرينات من العمر نصل بشت واثنين وثلاثة، فأستغرب أسأله أقول له، يقول أنا هذا بشت أبوي، بشت العرس لأبوي 30 سنة أنا محتفظ فيه وأبوي محتفظ فيه. فجدا عجبتني الفكرة. واحد ثاني لقيته اشترى 5 بشوت أو 6 بشوت، فاستغربت يعني، قال لا اتفقنا انا واخواني وابوي ان في العيد بنعيد بمشوتنا في المجلس. نعم. فكان هاي ايضا لقيت انه حتى الشعب نفسه والمواطنين قاعدين يتجاوبون مع الرغبه يعني في اقبال حتى من الشباب بالضبط انه يحافظون على العشرينات. نعم نعم، وانه يحتفظ انه بش صيفي وبش ستوي ويسال ليش هذه الدقه افضل وليش هذا القماش افضل.
فالحمد لله رب العالمين قاعد نشوف تزايد. لاحظ احنا ولله الحمد عبد المحسن ولهونك ناصر ان حتى عيالنا الصغار الحين ما تكلم عن لبسه، تكلم عن لبس القطري، الثوب، القطره، العقال، دائما عليهم يعني يلتزمون باللبس مش بس في المناسبات، في كل وقت يعني. لله الحمد نعم. يطلع معاك، يروح مع ابوه، يجي مع ابوه، تشوف عليه ثوب وقطره وعقال، مثل ما ذكرتم في توجيهات قيادتنا الرشيده ان حتى في المدارس المدارس الحكوميه يعني ان يكون الزي الرسمي للطلاب هو الثوب والغترة والعقال. نعم. فهذا شيء رسخ هوية القطرية بحيث ان انا ممكن اقول للمدارس يلبسون بناطلين وقمصان مثلا، لكن لما يعني الولد لما يبتدي من اول ابتدائي لين الثانويه ولابس بنطلون وقميص يمكن في المستقبل يصعب علينا يلبس ثوب غترة وعقال، لكن لما يكون متاسس على هذا الشيء وهذا زي الرسمي اليونيفورم يلبسه للمدرسه. نعم. وهذا امتداد البشت، امتداد لهذا الارث، الثوب والغتره والعقال والبشت. نعم. هاي هويتنا اللي نفتخر فيها. كيف تشوف مستقبل الحرف اليدويه وتطلعات اصحاب هذه الحرف؟ والله المستقبل طبعا. اي نعم، الحرفه لو تفكر فيها سابقا كانت هي المصدر الرزق الوحيد، وكان الاهتمام فيها وكان صاحبها في مستوى الدخل جيد. مع التطور العلمي والتكنولوجيا الحين ما عادت تجيب المردود اللي تعيشه. اي نعم، فصار اما انه يتميز ويسوي شيء ذو قيمه مضافه بحيث انه توفي معاه العمليه، او يتم احتضانه في مكان وتقديم العون له ليستمر في هذه الحرفه. اعتقد ان الاهتمام الدوله ما هي مقصره في احتضان، خصوصا سوق واقف محتضن صناعات البشوت، صناعات السيوف، صناعات حتى السعف النخيل. صحيح. غيرها ايضا جهات ثانيه لازم تتبنى هالموضوع. سوق واقف للحرف هناك نعم كثير من الاشياء اللي لها علاقه بموروثنا وتراثنا، وايضا يعني الوزارات وغيرها مدعومه من الشباب، الوزارات والهيئات غيرها قاعده تدير بالها وتدعم. اعتقد ان احنا محتاجين للتوصيل. شيء بسيط انا بالنسبه لي، انا شفت البشت يتخيط بايادي خليجيه وعربيه. أيوة. يعز علي. هذا اللي كنت انا ابغى اسالك عنه لما قلت لي ان البشت تقريبا ياخذ له حوالي 7 ايام. إيه؟ وكنا نتكلم عن النقشه والدقه والامور هذه كلها، هل كلها تكون بخياطه اليد ولا يكون في استخدام للمكاين؟ لا لا لا، بالكامل باليد، كله باليد، باليد كامل. فقد الابره تسمى الميبر عند المصطلح، والزري، الخيوط الزري والشمع، لان تعرف الزري عشان هذا، والمثل قلنا البرداخه وغيرها. وبرات يستخدمون قطعه من القماش لتثبيت القماش عشان الشغل تسمى ملزام، غيرها الشكل ما يحتاج. ابو عبد الناصر كل ما تقول كلمه أول مرة أنا أسمعها يمكن أنا أستمتع. إيه؟ ذكرت الحين أشياء مثل يعني ذكرنا إحنا أجزاء البشت. إيه؟ لكن إيش الأدوات المستخدمة في صناعة البشت؟ إيه نعم، ذكرت الحين برداخة. إيش عندك؟ الإبرة. الإبرة يسمونه ميبر حتى بعضهم. ميبر. إيه ميبر. أي. وعندك الخيوط الزري، والخيوط الزري عشان تدخلهم داخل يعني أنا الحين بس لحظة عشان ما نروح النقطة ثانية. إيه؟ الابره ما سميها ابره في صناعه البشوت، لا ميبر. ميبر ميبر معروف. إيه؟ ميبر. وعشان تدخل الخيوط الزري تتكلم عن 8 خيوط في الفتحه، هاي صعب، فيستخدمون خيط عادي يوصلونه ما بين الميبر وما بين الزري، يسمونه قياد. قياد قياد لليقود عباره يقود الزري. نعم يسمونه قياد. اي نعم عشان يمشيه في الذي. ايه. تحتاج ايضا البطانه. ايه. التقصيه. تحتاج الشمع، لان عشان تطلع 8 خيوط زري تدخل في النفذه الواحده. ايه. الشمع هذا يواسي الزري ويخليه سهل انه يمر، سهل انه يمر. ايه. ايضا تحتاج قلت لك البرداخه والمطرقه هذه. وبس امور طيبه. زين الحين هذه المسميات اللي انت قاعد تقولها بعبد المحسن مش المفروض توثق؟ نعم. هل لك محاولات في التوثيق؟ نعم، انا الان الحمد لله قدرت اني اوثق، وقعدت مع شيباننا وشيبان الاول اني اكد منهم المسميات البشت الدقيقه وشنو كانت مواصفات البشت القطري القديمه وشنو كانت الدقات وشنو كان. فالحمد لله اذا ما وثقناها الحين راح تروح. شو طريقه التوثيق بعبد المحسن؟ والله هل توثقها في كتاب؟ بتوثق في جهه او مؤسسه؟ والله كان في عدة يكون الناس تقدر تطلع عليها يعني. اي والله في عده جهات الان نتواصل معاها في عمل ورش عمل وغيرها، وانا بصدد عمل كتاب وان شاء الله بصدد مبادره ان نعيد خياطه البشت لليادي العربيه مره ثانيه ان شاء الله، وراح نخبركم في اي متى ما صارت. عسى الله يوفقك، وباب قناه الريان مفتوح طبعا. اكيد ما تقصر. سبق صحفي لنا اذا وثقت هذه الادوات عشان نعرضها. اتشرف يا طويل العمر، هذا ما انقص. وقناه الريان من الناس اللي من الجهات اللي تدعمنا
وندير لها بالفضل بعد الله سبحانه وتعالى. تستاهل، وهذا واجب قناة ريان، سواء لك أخوي سامي أو لكل أصحاب الحرف اللي حافظوا فعلا على موروثنا ودائما ما يساهمون في المحافظة على هذا الأرض. احنا بدورنا نشكر حضورك معنا في استديو ربيع السوق واقف، ونشكر ونتمنى لك ان شاء الله التوفيق في هذه المهنه، ونقول للمشاهدين ان احنا راح نختم معكم الاستديو، ولكن راح يستمرون معكم الشباب في السوق او في اجزاء السوق. احمد الشمري من حياكم السوق واقف، فقره حياكم السوق واقف، عبد الرحمن المري ومحمد الشهراني. خالد وين نروح للحين؟ نعم مشاهدي الكرام، نختم معاكم هنا فقرتنا، وان شاء الله ننتقل الى اخواننا. الكلمه عندك يا عبد الرحمن. نعم شكرا يا خالد المحسن الكبيسي وناصر سلبين، بيض الله وجيهكم على التغطيه الاستديو الميداني. مثل ما تشوفون مشاهدينا الكرام، ما زلنا متواصلين في هذه التغطيه المستمره بمهرجان ربيع سوق واقف، متواجدين في بيت الشعر مع عزف الربابه، وعلى قولت على شبه الضوء ودلال الرسائل موجوده. هذا طبعا الحافز الشعبي والتراث اللي دائما يحبه الزوار، سواء من داخل وخارج قطر، وحتى الزوار على جانب اللي موجودين معنا. طبعا راح ناخذ بعض الاراء عن الجمهور اللي يحبون مثلا مثل هذه الاشياء التراثيه والمميزه من هنا، من على قولتهم مكان شبه الضوء. من البدايه تعرف عليك معك سعيد القحطاني طال عمرك. نعم سعيد، حياك. سعيد شلون شفت مهرجان ربيع سوق واقف؟ والله مهرجانات طيبه، فعاليات طيبه، شفنا بيت الشعر هذا وحبينا نجلس نوقف عنده نشوف ترتيب مميز. نحمد الله ونشكر ابو شنزيل، نشكر كل من سعى في الموضوع هذا. سعيد ايش رايك في عزف الربابه؟ انت من اللي هاويه يسمعون عزف الربابه ولا؟ والله عزف الربابه ما شاء الله تبارك الله مبدع والله صراحه فيها. وش اللي عجبك في سوق واقف المهرجان؟ والله الترتيب طول عمرك، والفعاليات والمهرجانات اللي برا، والاسواق التجاريه، تبع التنظيم مميز كل شيء. نحمد الله ونشكره زين. كلمه اخيره تحب توجهها لكل من يشوف الحين؟ سم كلمه اخيره تحب توجهها لكل من يشوف الحين؟ اقول اشكر كل من سعى في الموضوع هذا في ترتيب سوق واقف، يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك، ما قصرت يا سعيد، بيض الله وجهك. عندنا بعد وين اخوينا، وين موجود؟ حياك حياك يا مرحب. عليك السلام يا مرحب. تعرف عليك محمد براشد الكوالي. نعم براشد يا مرحبا، تعال انا قرب شوي. براشد رحب فيك عبر شاشه قناه الريان. براشد ايش رايك في الاجواء الجميله اللي احنا نسمعها، خاصه عند بيت الشعر عند عازف ربابه ادهم علي؟ ما شاء الله الترتيبات كلها جيده الحمد لله، حتى الفعاليات اللي يسوونها جلسه الربيع والجلسات هذه بعد الاشتاء ما شاء الله، يعني الدوله ما قصرت في الاشياء، من الحفلات من هالفعاليات الزينه التراثيه، يعني تنمي هالاشياء عند الاطفال، عادات وتقاليد والتراث هذا. انت قاويت ولا عادك؟ لا لا الحين يعني. انت قاوي ان شاء الله عقولها. براشد توك داخل السوق ولا تو؟ توني من ساعه على طول قبضتك. هذا هو مريت اللي تعال تعال. براشد تو شفت شيء من الفعاليات ولا للحين؟ سم شفت شيء من الفعاليات ولا للحين؟ لا والله توني داخل ما مداني. شلون من شغله؟ شلون سمعت عن المهرجان؟ انطباعاتك عنه يعني؟ بالعكس يعني المهرجانات مو بس السوق واقف، في كتاره في العلا في اماكن واجد، حتى يعني مثل ما قلت لك في سبير حق الشباب والاطفال شيء ممتاز، يعني حتى اللي بيسافر ما خلاص الاشياء موجوده هنا ما يسافر. الله يعطيك العافيه براشد، كلمه اخيره تحب توجهها لكل من يشوفنا، ندعيهم انهم يجون مثل الاماكن الحلوه ذي، حتى الفعاليات المتنوعه من كل شيء موجود يعني. والله بطلع مثل ما انت شايف حتى هالخليج والعرب كلهم هنا، ما يحتاج اقول الكل يشهد على هالاشياء اللي يشوفونها من فعاليات من اشياء حلوه، حتى الاجواء والناس هنا حولك من فرحه من وناسه، وما قصرت بيض الله وجهك مع هالترتيبات اللي تسوونها. الله يوجه وجهك، ما قصرت يا ابو راشد بيض الله وجهك. لا تروح اضرب، نتقهوى انا وياك الحين. مشاهدينا الكرام وصلنا معكم انا من هذه التغطيه المستمره من مسار السوق واقف، طبعا مهرجان ربيع اللي مستمر ان شاء الله الى تاريخ 5 فبراير. هذا دعوه للجميع انهم يجون سوق واقف، حيث الفعاليات المتنوعه سواء التراثيه الترفيهيه كل الاشياء الموجوده عندنا. نشوفكم ان شاء الله القابله، ننتقل الحين الى زملائي يا عند محمد شراي عند احمد شمري حدا في فان له.
نسيب بجادين شلات القلب الوثيق علقت به كل بين من حاشايا يجي معه وش طيب بلي ذيك ابدا حريق ساهرا قد لاهلي لين يطوح ونتا يجي مع وش طيب اللي ذيك ابدا حريق سهير قد لهلي لين يطوح ونته كنا هوا النات يتي من يغذى في بريق من حالي بمغرزة اللي فات به عمته كنا هوا النات يتي من يغذى في بريق من حالي بمغرزة اللي فات به عمته وانفقدها تمية بكي ولا حول صديق واللي فات الغيب غيظ عليه وسكته حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام رجعنا لكم من سوق واقف ولكن من مكان جديد المكان الأول اللي طلعنا منه اللي هو من بيت الشعر اللي موجود قدام مركز شرطة سوق واقف اللي متواجد في الساحة واللي الآن تسمعون منها أنغام الربابة من شاعرنا أدهم علي صاحب جرة الربابة الحين بناخذ اتصالات لكن حبينا نغير الأماكن هنا عشان تشوفون أكثر الفعاليات زحمة الناس يمكن تشوفون اللي موجودة وراي قاعد يتفرجون على الربابة اللي هذا الموروث الشعبي الجميل وهذه لقطات أيضا من سوق واقف
اجواء جدا جميله، اجواء ممتازه. في هناك اذا تشوفونها تحت موجوده هناكتين حاطينها على اساس ان الاطفال يجون يتعلمون، يكسرون الحاجز الخوف اللي فيهم، يتقربون ايضا يتعلمون. تتيح فرصه الواحد هو يتمشى شوي اللي يشوف نياقي يعلم عياله هذه كذا هذه كذا، يعلمهم الركوب، يسمحون للاطفال هم يركبون ايضا. قاعد نشوف الان الفرقه السعوديه اللي تقدم فن السامري وهي قاعده تدور في سوق واقف، اجواء جدا جميله، كل شيء موجود في سوق واقف على قولتهم. منيره من الوكره، حياة الله يا منيره. الله يحييك. يا مرحبا بك، شلونك يا منيره؟ طيبه الحمد لله، شلونك انت؟ الله يعافيك ويسلمك، يا مرحبا بك منيره، شلون سوق واقف معاكم؟ تمام الحمد لله. مستانسين؟ بس مو سوق واقف الوكره، سوق واقف هنا. ايه. طيب يلا يا منيره، اللي يبارك تطلع قدامك على الشاشه، لا تنسين السؤال الذهبي للحين ما راح مننا. هذه البان قدامك على الشاشه، اي باب تبين؟ 1 5 7 10 راحوا، السؤال الذهبي للحين موجود وراها البيبان. يلا يا منيره. روح الباب 4 ان شاء الله. باب رقم 4 ايش تتوقعين؟ السؤال الذهبي. تقولينها كذا بدون حماس، ان شاء الله يعني. اذا ما في حماس ترى ما يطلع. يلا يلا يا منيره، خلينا نشوف. باب رقم 4، افتح يا باب. سؤال على الطاير. سؤال على الطاير. منيره معاي؟ معاك. طيب منيره، سؤالك يقول: ما هي أحدث بلدية تم إنشائها في قطر؟ ما هي أحدث بلدية تم إنشائها في قطر؟ منيرة؟ نعم. ممتاز، ما هي أحدث بلدية تم إنشائها في قطر؟ بلدية الريان. إجابتك للأسف غلط، إجابتك للأسف غلط. السؤال ينتقل إلى نوف، حياك الله يا نوف. نوف. السلام عليكم. وعليكم السلام، حيا الله هالغرافة، شلونك يا نوف؟ الله يحييك. يا مرحبا بك نوف، السؤال انتقل لك. والله ساعدني. ساعدني على طول. سؤالك يقول: ما هي أحدث بلدية تم إنشائها في قطر؟ ما هي أحدث بلدية تم إنشائها في قطر؟ سهل السؤال، سهل يا جماعة. ركزي. قريبة من ريان؟ ريان قالت غلط. هي قالت الريان، قلت غلط. قريبة من ريان يعتمد على حسب، يمكن أنا أشوفها قريبة تشوفينها بعيدة. خلت سريعة يا نوف وقولي لي جوابك. يا جماعة ما حد جنبكم يساعدكم، ما في، استعينوا بجوجل يا أخي، ما نقول لا، أهم شيء يجاوبون صح. مشكلة ما في حد في جوجل. ما في إرسال الغرافة شنو؟ إن شاء الله بلدي تبعاين. بلدية الضعايل. إجابتك غلط، إجابتك غلط للأسف، إجابتك للأسف غلط. يا جماعة ما هي أحدث بلدية تم إنشائها؟ ما هي أحدث بلدية تم إنشائها؟ هذا سؤالنا الاثنين غلطوا فيه. المتصل الثالث يجهز نفسه على ما نروح لمحمد الشهراني نشوف الأجواء ونرجع. محمد أعطنا الأجواء اللي عندك. يا هلا مرحبا فيكم، رجعنا لكم مرة ثانية بساحة الحمام، ولكن خلف المسرح. المسرح هذا في جميع الفعاليات اللي تصير للأطفال، من مسابقات أيضا، من مسرحيات فكاهية تصير أيضا، من فعاليات، هذا غير الأشياء اللي موجودة اليوم. كان في رجل النباتات أيضا، رجال اللي لابسين لبس فيه أضواء داروا على السوق كامل، أيضا اللي كانوا في مسرح العمام، كل الفعاليات اللي في مسار السوق عند أخوي عبد الرحمن مروا علينا، يعني وين ما كنت الفعاليات تكون موجودة. غير هذا بعد عندكم الأكلات الشعبية، وعندكم بعض المحلات اللي تقدم حلويات، اللي تقدم أكل، اللي تقدم مشروبات، وبعضها مش موجود أصلا في السوق. هذه فرصة انك تجي وتزور، ايضا في نفس الوقت انك تاخذ لك اكل تعشى مع اهلك، وغيرها بعد. هي الفعاليات مستمرة لين الساعة 9 اللي على المسرح، المطاعم بتاخر، وعندكم ايضا مهرجان الاغنية اليوم في فنانين وبكره في مانيو، وتقدرون تطلعون على الجدار عن طريق برامج التواصل الاجتماعي لإذاعة صوت الريان، ايضا لقناة صوت الريان. دقيقة عندنا بس بناخذ بعض اللقاءات مع العيال الموجودين. يا هلا مرحبا فيكم، مساء الخير. شو اسمك؟ هزة حمل وشيدة العذبة. نعم، وانت شو اسمك؟ دانا. ليش تبكين؟
سلامك. وش اسمك؟ حمزه. تعالوا قربوا قربوا قربوا. تعال قربوا. خليك عند يسار. تعال يسار. اوكي اوكي اوكي. استانست في السوق ولا لا؟ استانست؟ Yeah, it's fun. Okay. Okay. What did you like? Which part of the festival? Here we go. Here. This section, do you like it? Here we go. No. No. Okay. Here we go. شو اللي عجبك السوق؟ The end of my show. Here we go. مسرحيات. مسرحيات عجبتك؟ زين رحت للألعاب الثانية. شو الفرق اللي صارت؟ One. وبعد شو زين اللي قاعد في بيته الحين؟ شو تقول له؟ تقول له تعال شوف السوق، شوف الألعاب الموجودة، طالع الكاميرا وكلمهم. شوف السوق. قول تعالوا. تعالوا شوف السوق. زين بكرة بتجي ولا لا؟ إيه. إن شاء الله نشوفك بكرة إن شاء الله. شل تعالي قربي عندي. شو اللي عجبت السوق؟ المهرجان ربيع السوق واقف. في شيء عجبت يعني المسرح، الألعاب، البوني، الأفعى، شو اللي عجبت؟ مسرح. طالع الكاميرا. مسرح. فزتي ولا لا اليوم؟ لا. ليش؟ That's it. ما سألك. والله خلاص يلا الله يعطيك العافية ما قصرت كمل الجولة. يعطيك العافية مشكورة. هذا كل اللي عندنا من ساعة الحمام وراي المسرح خذينا بعض اللقاءات. هذا كل اللي عندي من ساعة الحمام وإن شاء الله نلتقيكم في الأيام الجاية. يعطيك العافية شهراني وبيض راجك وما قصرت. والحين نشوف الفرقة السعودية اللي وراي حماس والله العظيم ما تنكس يعني واحد يستطرب معاهم ما شاء الله عليهم. طيب الحين خلونا ناخذ اتصال صابرين. حياة الله يا صابرين. يا مرحبا يا صابرين. ايش حالك؟ يا مرحبا بك يا صابرين. صابرين تسمعين السامري؟ صابرين يا مرحبا بك. تشوفين الفعاليات اللي قدام وتسمعين السامري الفرقه السعوديه وغيرها من الفعاليات اللي موجوده في سوق واقف، اكثر شيء يعجبك شنو؟ والله زين ممتاز. سؤالك اعيده لك ولا ما يحتاج؟ لا عيد لي. طيب كنت اتمنى انك تقولين الجواب على طول. يلا ما هي احدث بلديه تم انشاءها في قطر؟ وقبل لا تقولين الجواب اللي جنبك قالت الشمال. لا خليك من اللي جنبك يلا لان الضعاين وجنبها الشمال يعني مو هذاك الصوب اصلا. ما نبي السؤال يطول. يلا سعيد لي السؤال. ما هي احدث بلديه تم انشاها في قطر؟ قريبه من الريان. قريبه من الريان. اعطيك كم كيلو بالضبط؟ يلا ما شاء الله عندك حماس. بس اسمع 60 اجابه. والله ما ادري عندي اجابتين. تاخذونهم؟ ناخذهم. شلون ناخذ اجابتين؟ قولي الاجابه اللي تحسين انها اوكي. زين لحظه، هي بين الضعاين والريان. بين الضعاين والريان. يا جماعه الضعاين وين؟ الضعاين انا اذا ما خاب ظني انها بالشمال. ما ادري اذا في ضعاين ثانيه ما ادري. انت جمعت الدوحه كلها بين الضعاين والريان. الدوحه كلها في النص. أنا عندي الدوحة أو شو اسمه؟ إجابة نهائية. إجابة نهائية. أعطيني إجابة نهائية وما انصحت باللي قالوا لك. يلا أغير ولا أقول اللي قلت له؟ الريان قلنا غلط يا جماعة. لا مو بالريان. وقتك والله خلص. أعطيني إجابة واحدة يلا. الدوحة. جابتك غلط. خلاص. بلدية الشحانية. والسؤال سألناه من قبل ومتعودين نعيده لأن هذه بلدية لازم نعرفها. يعني آخر بلدية واحدة بلدية بلدية الشحانية. معلومات عامة الواحد لازم يعرفها. عندنا اتصال بعد ولا لا؟ ما عندنا اتصال لأن داهمنا الوقت. احنا ليش نقول نبي سرعة؟ كل متصل يا جماعة الخير يفكر المتصل اللي بعده ويكون سريع عشان ناخذ أكبر عدد من المتصلين. السؤال الذهبي هذا هو معاي لحد الحين ما راح، وإن شاء الله يا رب بكرة موعدنا نفس الوقت وإن شاء الله يروح من أول الحلقة. أتمنى أن تستمتعتوا معنا في تغذيتنا لمهرجان ربيع سوق واقف. تغذيتنا أيضا مستمرة إلى نهاية المهرجان. موعدنا معاكم بكرة بإذن الله. استعدوا ولا تنسون أرقام التواصل 5-4-1-8-1. لا تنسون تحطون على قناتكم قناة الريان ونشوفكم على خير ومع السلامة.